هذه بيوت طاهرة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت تروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا شربت تتبع موضع فمها في الإناء، فوضع فمه موضع فمها ليشرب من الإناء. تقول: وكنت أتعرق العرق، يعني ما يكون مع العظم من اللحم، فتتعرقه بأسنانها، تناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيتتبع مواضع أسنانها من هذا العرق لكي يأكل منه ويضع أسنانه مكان أسنانها صلى الله عليه وسلم. هذه بيوت طاهرة زاهرة، بيوت مستقرة فيها المودة، فيها الرحمة، فيها المحبة، فيها الألفة،